الآن هو القرار التاريخي الذي ينتظره المجتمع السعودي، وهو قرار سماح المرأة لقيادة السيارة في السعودية. وأنا طبعا متشوقة ومبسوطة ومتحمسة أن أكون من أوائل الناس اللواتي طبعا يسوقوا في طبعا شوارع الرياض. طبعا هذا القرار يعني قرار تاريخي وينتظره المجتمع السعودي كله، خصوصا طبعا أهمية حزام الأمان، خصوصا طبعا أنه هذه ليست رفاهية بقدر ما هي حاجة للمجتمع السعودي، خصيصا السيدات اللي ما تعتبر طبعا هذه رفاهية بقدر ما هي حاجة ماسة لكل سيدة عاملة أو غير عاملة أنها تقدر توصل أولادها المدرسة وكمان تذهب إلى عملها بكل أريحية وبكل سهولة، وتقضي طبعا كل حاجاتها بنفسها سواء للعمل أو للمنزل. طبعا يعني إلى الآن الشوارع يعني نوعا ما فاضية، بما أنه لسه يعني لسه بدأ القرار. جدا إحساس حلو، يعني أنا عندي الرخصة بس لم أكن أبدا أتخيل أني أنا أستطيع أني أسوق في العاصمة الرياض تحديدا. طبعا يعني صراحة إحساس جدا جميل، وأنا طبعا فخورة بكل سيدة حصلت على الرخصة وكل سيدة تطمح بأن تحصل على رخصة لكي تسوق في شوارع الرياض، وهي طبعا لحظة جدا جميلة بأن تسوق في شوارع السعودية لقضاء المشاوير. ونذهب الآن إلى الشارع الآخر. جدا إحساس جميل، وطبعا سيتم توفير الكثير من طبعا أزمة السواقين، يعني السواقين اللي كثير من العوائل يشتكوا من السواقين وكيف إنه هذه المشكلة دائما موجودة عند أغلب العوائل. فأصبحت الآن المرأة تعتمد على نفسها، لديها ثقة بنفسها، وكمان أيضا لديها خصوصية، فهي يعني ضرورة. أتمنى طبعا السلامة لكل السيدات وكل التوفيق.